لك الحمد يا رباه ما هل صيب لك الحمد يا رباه ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا أو سال واد وأشعب فتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا ونحن طوال الدهر نملي ونكتب لما بلغوا في وصف كنهك ذرة ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله رب صلي على الذي بالهوى ليس ينطق النبي المشفع والرسول المصدق صاحب الحوض واللوى يوم في الحشر يخفق كل عبد يحبه ذاك عبد موفق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصيته جل في علاه للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله كنا تحدثنا في الخطبة الماضية عن غزوة تبوك ووصلنا في نهايتها إلى توبة الله على رسوله وعلى المؤمنين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وهؤلاء القوم لقوا ما لقوا في هذا السفر الشاق ولذلك كان الاثنان يتقاسمان تمرة واحدة ومن شدة الجوع كان أحدهم ينحر بعيره ويعصر فرثه ليشرب ماءه حتى كادت تزيغ قلوب فريق منهم فثبت الله قلوبهم فما داخلها شك في نبوة رسولهم صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم قال كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أشد وأشب الثلاثة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى تبوك لم أكن في يوم من الأيام أكثر غناء مني في ذلك اليوم فقلت أتجهز غدا وأنا على ذلك قادر ويأتي الغد ولم أقضي من جهازي شيئا قلت أتجهز بعده وأنا على ذلك قادر ويأتي الغد وأنا لم أقضي من جهازي شيئا حتى ارتحل القوم قلت ألحق بهم بعد يوم أو يومين وأنا على ذلك قادر فلن يتوفر لي راحلتان إلا وقتئذ ولم أقضي من جهازي شيئا
قلت سألحق بهم وأنا على ذلك قادر، ففات القوم ولم يفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل، وظننت أنه لا يتخلف أحد فيفقد لكثرة من ذهب معه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال أين كعب بن مالك؟ فقال أحد القوم غره رحلاه والنظر إلى عطفيه. قال سعد بن معاذ بئس ما ذكرت، والله يا رسول الله لا نعلم عن الرجل إلا خيرا. فحزنت حزنا شديدا أنني لم ألحق بهم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وأتاه المنافقون وكانوا 83 رجلا يعتذرون إليه، فقبل منهم واستغفر لهم، فنظر إلي ونظرت إليه فقال ادن مني يا كعب، فدنوت حتى جلست بين يديه. قال ما خلفك عنا؟ قلت يا رسول الله والله لو كنت بين يدي رجل غيرك لخرجت منه بأي عذر، وإنني لمن أكثر الناس معرفة بالأعذار، وكيف أتخلص في مثل هذه المواقف؟ ولكن لئن كذبتك اليوم ليبينن الله كذبي غدا، ولئن صدقتك وسوف تغضب، ولكنني أخاف إن كذبت عذاب الله. فوالله يا رسول الله ما لي من عذر. قلت أتجهز غدا ولكنني لا أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فاذهب حتى يحكم الله فيك. فخرجت فلاحقني قومي وقالوا ويحك، ما علمناك مثل اليوم، ما هذا القول الذي قلت لرسول الله؟ أما وسعك أن تعتذر كما اعتذر الناس وتكفيك توبة رسول الله واستغفاره لك؟ فما زالوا بي حتى كدت أن أعود فأكذب نفسي. فقلت من على هذا غيري؟ قالوا رجلان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية قال مثل قوله، وكان رجلين عظيمين ممن شهد بدرا، ولي فيهما أسوة. فأتانا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتزلنا الناس، فأما صاحباي فبقيا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أخرج إلى القوم وأصلي معهم وأحضر الأسواق، ولكنني أنكرت نفسي والأرض التي أمشي عليها كأنما أحدث نفسي، أسلم فلا يردون علي، أتكلم فلا يجيب أحد، أدخل المسجد وأسلم على رسول الله وأسارقه النظر هل رد علي أو لا، فإذا ابتعدت عنه سارقني بنظره، فإن رجعت عليه ابتعد عني، حتى أصبحنا كما ذكر الله ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت. وبعد 40 ليلة يأتي الأمر من رسول الله أن نعتزل نساءنا. قلت أو أطلقها يا رسول الله؟ قال لا، ولكن اعتزلها فلا تقربها. وكان هلال بن أمية شيخا كبيرا، ومن شدة البكاء والعتب على ما حدث منه لم يكن يستطع الحراك. فأتت زوجته قالت يا رسول الله إن هلال يوشك على الهلاك، إن هلالا يوشك على الهلاك وليس له خادم، فأذن لي أن أقوم على شؤونه. قال لا بأس ولكن لا يقربك.
وبعد 50 ليلة وأنا كنت أحاول الذهاب إلى من أعرف أسلم عليهم ليردوا علي فلا يرد علي أحد، حتى قابلت أبا قتادة ابن عمي وأحب الناس إلي. قلت: أو تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. فقلت: أو تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. والله ما تخلفت عن رسول الله في موطن إلا هذا. فلم يرد علي. فأتيته الثالثة فقلت: أو تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فخرجت وقد ضاقت علي نفسي، فصليت الفجر على سطح بيت لنا، وإذ بي أسمع صوت هاتف يقول: أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجدا لله، وعلمت أن الفرج جاء من الله. فوصل صوته قبل أن يصل، فما أن وقف أمامي حتى قال: أبشر بتوبة الله يا كعب. فنزعت ثوبي والله لا أملك غيرهما، ثم ألقيتهما عليه ببشارته لي بتوبة الله. ثم استعرت ثوبين وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقابلونني أفواجا يهنئونني بتوبة الله، حتى دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه، فهرول إلي طلحة بن عبيد الله ثم صافحني وقال: لتهنأك توبة الله، لم يقم إلي أحد من المهاجرين غير طلحة، ووالله ما أنساها لطلحة. فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتهنأك توبة الله عليك، أبشر يا كعب بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك، فقد تاب الله عليك. قلت: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ أي البشرى. قال: بل من الله. فقال: لأجل هذه التوبة لله علي أن أنسلخ من مالي صدقة في سبيل الله. قال: أبقي عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: يا رسول الله، فوالله لو عاهدنك على الصدق، ووالله ما أنجاني الله إلا بالصدق، ووالله لقد ابتليت فيه ابتلاء عظيما. بل قبل أن تكتمل 50 ليلة، وبينما أنا في السوق، إذ بنبطي من أنباط الشام قد وصل ينادي: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ فدله الناس علي. قال: أنت كعب بن مالك؟ قلت: نعم. قال: هذا خطاب من ملك غسان. ففتحته، وإذ به: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وما جعلك الله في أرض مهانة ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قلت: هذا من البلاء. فتيممت التنور فسجرته بها، فأحرقها حتى لا يترك للباطل مجالا أن يغريه فيرتد عن دينه. وبهذا الصدق نجا كعب. إنها التوبة عباد الله، التوبة الصادقة التي تنبعث من القلوب المؤمنة. كلنا ذو خطأ، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ فمنا الخطاؤون والمذنبون، ومنا المتعدون لحدود حرمها الله ولأسوار منع الله تجاوزها. منا من يمسي ويصبح عاصيا لربه، ومنا من يفرط في طاعة خالقه، فنحن ما بين مفرط في طاعة أو واقع في معصية. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موت أبي بكر: اتق الله يا عمر، فإذا ذكرت أهل الجنة فقل، فإذا ذكرت أهل الجنة فقل: أخشى ألا أكون، أخشى ألا ألحق بهؤلاء. وإذا ذكرت أهل النار فقل: أرجو ألا أكون مع هؤلاء. حتى تكون راغما راهبا، فلا تتمنى على الله الأماني ولا تقنط من رحمة الله. فتوبوا رحمكم الله إلى ربكم توبة سابقة بقلوبكم، لا تعودون بعدها إلى الآثام والذنوب، ولا تقصرون في طاعة علام الغيوب. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا. أقول ما سمعته وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإنها التوبة عباد الله التي اهتز الصحابة جميعا لأجلها، وأضحت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق، وأضحت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق، فإذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. هكذا فرح القوم، وهكذا يجب أن نفرح عندما نتوب إلى الله، لأن الله يفرح بتوبة عبده، فمن لا يريد أن يفرح الله تعالى به؟ أم يريد أن يبقى ذليلا مهانا خاسئا حقيرا في أوحال الرذيلة والخطايا؟ إنها التوبة التي ربما لا يعرف الكثير معناها، أو ربما يقولها بلسانه: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو قائم على معصية الله. فهذه توبة الكذابين الذين لم يخلصوا بقلوبهم. التوبة أن تقلع عن المعصية، وأن تندم على فعلها، وأن تعزم على أن لا تعود إليها، وأن ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن تخلص في توبتك لله، وأن تبقى خائفا من ذنوبك راجيا ثواب ربك. في صحيح البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل ما عمل خيرا قط، أسرف على نفسه في الآثام والخطايا، فتخيل ما عمل خيرا قط، كل حياته آثام، إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله،
فلما حضرته الوفاة جمع أولاده قال: يا أولادي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: أما والله ما عملت خيرا قط، ولكنني إذا مت فأضرموا لي نارا عظيمة ثم أحرقوني حتى إذا أصبحت فحما اسحقوني ثم ذروني في الريح لأصل إلى رؤوس الجبال والأشجار والأنهار. لما يفعل هذا؟ يخاف من لقاء الله حتى لا يسأله عن خطاياه، ففعل به أبناؤه ذلك، أضرموا له نارا عظيمة فأحرقوه، فلما أضحى فحما سحقوه ثم ذروه، فجمعه الله ثم أوقفه بين يديه ثم سأله: لما فعلت هذا يا عبدي؟ قال: خفتك وخشيت ذنوبي. فقال الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة لأجل الخوف الذي كان موجودا في قلبه من الله. فهل نحن نخاف الله عباد الله ونقف عند حدوده؟ هل نحن نخاف الله فلا نتجاوز أوامره؟ هل نحن نخاف الله فنقف عند نهيه وأمره؟ ها هو ذا عمر بن الخطاب المبشر بالجنة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة ليلة البارحة فرأيت قصرا عظيما أبيض، قلت: لمن هذا وعنده امرأة؟ قلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، فظننت أنه أنا. قلت: لمن؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر، فما منعني أن أدخله إلا غيرتك. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أو أغار منك يا رسول الله؟ ومع هذا دخل حائطا لأحد الأنصار يرقبه أنس بن مالك وهو لا يعلم أن أحدا يشاهده، وهو لا يعلم أن أحدا يشاهده أو ينظر إليه، وإذ به يضرب نفسه ويقول: عمر عمر أمير المؤمنين، لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. فهل قلنا هذا لأنفسنا؟ هل قلنا هذا ونحن نعيش مع إخواننا وأهلنا؟ هل قلنا هذا ونحن نتعامل مع الناس في بيعنا وشرائنا؟ هل قلنا هذا ونحن نخلو أحيانا بالمعاصي والآثام والله يراقبنا؟ هل قلنا هذا ونحن نقلب جوالاتنا وربما نظر الكثير إلى مقاطع سيئة أو إلى صور خريعة أو إلى رسائل آثمة؟ فأين مراقبة الله إذن؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة،
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا ونور بصائرنا. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.